السابعة والنصف من رؤية ونشرة إخبارية مفصلة أهلا بكم وهذه النشرة نستهلها بأبرز العناوين جلالة القائد الأعلى يتابع تمرينا تعبويا لإحدى وحدات العمليات الخاصة المشتركة وزارة الداخلية تستحدث مديرية لمكافحة التطرف والعنف شهيد في جنين برصاص الاحتلال واعتقال آخر بدعوى تنفيذ عملية طعن موسكو لا تستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث تحطم الطائرة الروسية ارتفاع مؤشر أسعار العقار والأراضي في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي ومأدب الأكثر ارتفاعاً والى التفاصيل تابع جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية الجيش العربي اليوم تمرينا تعبويا نفذه عدد من وحدات قيادة العمليات الخاصة المشتركة في احد ميادين التدريب واستمع جلالته في بداية التمرين الذي حضره مستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق اول الركن مشعل محمد الزبن وسمو الامير فيصل بن الحسين استمع الى ايجاز عسكري قدمه مدير التمرين حول مجريات ومراحل تنفيذ التمرين. هذا التمرين اشتمل على قتال في المناطق المبنيه باسناد من الطائرات المجنحه المخصصه للاسناد الجوي القريب والتي دخلت الخدمه حديثا في القوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي بالاضافه الى اسناد من الطائرات العموديه المقاتله. كما اشتمل التمرين على عمليات الانزال الجوي لقوات المظليين وعمليات التزويد الجوي بالمظلات لمواد الادامه المختلفه، بالاضافه الى الرمايات المختلفه عبر استخدام الاسلحه الفرديه واسلحه الاسناد. المشاركون اظهروا مهاره ودقه عاليه في اصابه الاهداف وفي تنفيذ فعاليات التمرين. جلاله القائد الاعلى ابدى اعجابه بالمستوى المتميز والمهارات القتاليه العاليه التي يتمتع بها منتسبو العمليات الخاصه المشتركه. قرر وزير الداخليه سلام حماد استحداث مديريه مكافحه التطرف والعنف استنادا الى نظام التنظيم الاداري في وزاره الداخليه وعليه تم تعيين اللواء المتقاعد شريف العمري مديرا لهذه المديريه اعتبارا من الاول من تشرين الثاني الحالي حيث باشر العمري العمل نعم بدات مديريه الامن العام حملتها السنويه لفحص المركبات حيث باشرت اداره السير المركزيه حمله التدقيق على صلاحيه السيارات وجاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء اعتبارا من الاول من هذا الشهر، المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام أوضح أن العاملين في الدوريات المكلفة بعملية التدقيق سيقومون بإيقاف المركبات للتأكد من صلاحيتها، داعيا السائقين ومستخدمي وسائل النقل إلى التعاون من خلال فحص الأجزاء الرئيسية في المركبة لدورها في القيادة الآمنة خاصة في فصل الشتاء، وتشمل عملية التدقيق التأكد من صلاحية الإطارات بشكل عام. وعمل ماسحات الزجاج والتأكد من صلاحية الأضوية الأمامية والخلفية والغمازات والعاكسات وأضواء الرجوع إلى الخلف والفرامل. كما سيتم التأكد من عمل الدفايات داخل المركبات العمومية خاصة تلك التي تقوم بتنشيف الزجاج الخلفي والتحقق من وجود الدلايات في الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الشحن إضافة إلى تفقد أجزاء فنية أخرى متعلقة بالسلامة العامة. كحزام الامان وعدم وجود ما يعيق الرؤيه على نوافذ المركبه ارتقي لاني اردني مبادره اطلقتها مديريه الامن العام كاساس لحملات تطوعيه واجتماعيه بداتها المديريه ممثله باذاعه الامن العام وتنفذها مختلف الوحدات الشرطيه في المجتمعات المحليه المزيد مع جورج برهم ارتقي لاني اردني مبادره اطلقتها مديريه الامن العام للمحافظه على بيئه نظيفه خاليه من اي عوائق من جهة ومن جهة أخرى الحد قدر الإمكان من أي حوادث سير وحوادث التصادم أو إلحاق أذى بيئي نتيجة رمي العلب الفارغة والنفايات من نوافذ السيارات وذلك عبر توزيع ما يقارب 250 ألف ملصق إضافة لأكياس بلاستيكية على السائقين لحثهم على الالتزام بالحفاظ على نظافة الطريق وعدم إلقاء النفايات من نوافذ السيارات مشيرة إلى أن مرتبات إدارة السير ستقوم بتحرير المخالفات لغير الملتزمين هذه المبادره اخي العزيز الهدف منها اللي هو المحافظه على بيئة نظيفة خالية من أي عوائق من ناحية ومن ناحية أخرى أنه الحد قدر الإمكان من حوادث السير التي قد تكون نتيجة رمي أي مخلفات علب فارغة قد تؤدي إلى إلحاق الأذى وإحداث حوادث تصادم والإحصائيات لدينا تشير أن هناك العديد من الحوادث وقد يصل إلى الوفاة أو الجروح نتيجة هذه المخالفة هذه المبادرة تاتي في اطار توعية افراد المجتمع حول دورهم البيئي في تبني السلوكيات الايجابية والعمل التطوعي والابتعاد عن المظاهر السلبية، لا سيما وانها مبادرة على مستوى الوطن ويحق للجميع تبنيها والمشاركة فيها وتؤكد العلاقة التشاركية بين المواطن وجهاز الامن العام. الهدف الاسمى في المرحلة الأولى من مراحل هذه الحملة هو إلغاء ظاهرة إلقاء النفايات. لبلد أنظف لبلد أجمل لبلد أرقى هذا رقي أخلاقي هذا رقي ثقافي يعني لا يعني مش معقول نكون راقيين في كل شيء ولازال عفوا في شخص بيرمي سيجاره من الشباك او لازال في عفوا حدا بيرمي علبة مشروب من الشباك فبالتالي يعني أرجو أرجو من الجميع التجاوب وستكون هذه المبادره ضمن حمله واسعه لمكافحه ابرز السلوكيات الخاطئه التي قد يمارسها بعض السائقين والتي تنعكس اثارها السلبيه على سلامه مستخدمي الطرق والاساءه للصوره الحضاريه للقياده الملتزمه وتلويث البيئه عبر سلوكيات تخالف الاخلاقيات ومن ابرزها القاء المخلفات من السيارات اثناء مسيرها جورج برهم رؤيه وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فتى فلسطيني واعتقل آخر صباح اليوم بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على أحدهما عند حاجز الجلم العسكري شمال شرقي جنين بحجة محاولة الطعن، وأفاد الارتباط العسكري الفلسطيني بأن جنود الاحتلال المتمركزين على برج المراقبة العسكري على حاجز الجلمة أطلقوا النار على الفتى أحمد أبو الرب البالغ من العمر 16 عاما، ما أدى إلى استشهاده، في حين اعتقلت قوات الاحتلال زميله محمد كميل وكلاهما من سكان بلدة قباطية، من جانبه مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني محمود السعدي وشهود عيان أوضحوا أن الشهيد أعدم بدم بارد داخل محطة للمحروقات مقابل الحاجز العسكري وليس عليه كما تدّعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم بجروح خطيرة برصاص شرطة الاحتلال في مدينة نتانيا شمال تل أبيب بدعوى قيامه بطعن إسرائيلي وإصابته بجروح خطيرة وفي السياق ذاته اعتقل شرطة الاحتلال عصر اليوم شابا يبلغ من العمر 19 عاما بزعم قيامه بطعن ثلاثة مستوطنين في ريشان لتسيون جنوب تل أبيب شرطه الاحتلال ادعت في بيانها ان الشاب قام بطعن ثلاثه مستوطنين واصابهم بجروح وصفت بالطفيفه والمتوسطه والبالغه معلنه اعتقال المنفذ وهو من سكان الخليل حيث تم تحويله الى التحقيق هذا وشيع اهالي بلده قطن شمال غربي القدس المحتله اليوم جثماني الشهيدين محمد شماسنه وعمر الفقيه من مسجد حمزه صوب مقبره البلده بمشاركه مئات الفلسطينيين الذين رددوا هتافات تدعو الى الانتقام لدماء الشهيدين. مزيد من التفاصيل مع نبال فرسخ. الزغاريد والورد ودع أهل بلدة قطن شمال غربي القدس المحتلة الشهيدين محمد شماس البالغ 23 عاما وعمر الفقيه ابن الخمسة وعشرين عاما اللذين سلمت قوات الاحتلال جثمانيهما بالأمس مظاهر الفرح المجبول بالألم هذا ليست لأنهم يعشقون الموت بل لأنهم أحرار يقدرون قيمة أن يموت الإنسان لأجل حرية وطنه والله يا إسرائيل ويشهد علي الله ويشهد علي الله ببت... لما بروح ما بروح المدرسة درا بأسني قبل ما أروح المدرسة ودعني قبل ما أروح المدرسة ودعني لبسني هاي قبل ما أروح المدرسة بأسني بأسني حكايني حفتوف فيها هكذا تكبت أمهات الشهداء أوجاعهن بفقدان فلذات أكبادهن ويحبسن الدموع ليقهرن المحتل ويفوتن عليه فرصة الشماتة بهم الله يسهل عليه الله يرحمه, يرحمه. هذا شهيد فدى الأقصى فدى الوطن فدى فلسطين <applause> الحمد لله <applause> كان اللي بدي أخطب وأتجوز كنا خلص للصيف كنا باكث حتش علينا هاي يتجوز خلص ما يتجوز حسبي بالله عليهم البعيدين 32 طلقة ضاربينه حقد هذه الأم على المحتل الذي سلبها ابنها محمد حقد لا ينطفئ فالثأر الآن بات ثأرين الأول لوطن نغتصب والثاني لابن قتل وبات شهيد الوطن <applause> الجنه ويرضى عليك دنيا واخره وتخاف يا محمد احنا جايين لك يا محمد ما تخاف كل الاحتلال ايه اسمه سيب شو بده يجي ايه اسمه سيب شو بده يجي انا من اليوم وطالع خلص شطبت على حياتي رايح اطلع تشوف الباص رايح اطلع تشوف من تحت الدار رايح اطلع من اي محل <applause> كسروا الشروط الإسرائيلية بدفن الشهيدين مساء وأصروا على أن يتم التشييع في وضح النهار رغم أنف المحتل فكانت جنازة مهيبة تليق ببطلي فلسطين هنيئا لكما الشهادة يا محمد ويا عمر يا من رويتم بدمائكما أرض فلسطين نصرة للمسجد الأقصى الذي أحرقتكم مشاهد استباحته اليوم أنتم ولا ندري من سنشيع غدا فشلال الدم الفلسطيني لا يزال ينزف ليروي انتفاضة القدس التي باتت واضحة المعالم من قرية قطن قضاء القدس المحتلة نبال فرسخ رؤيا استمراراً لسلسلة الاقتحامات التي لم تتوقف واصلت قطعان المستوطنين اقتحامها للمسجد الاقصى المبارك تحت حمايه قوات الاحتلال الامر الذي يشير الى ان الاحتلال مستمر في فرض سياسته الهادفه الى تقسيم الزماني والمكاني للاقصى فقد تجدد اقتحام المستوطنين صباح اليوم لباحات المسجد من جهه باب المغاربه بحراسه مشدده من شرطه الاحتلال الخاصه حيث اقتحم المسجد 15 مستوطنا موزعين على مجموعتين ونفذوا جولات ومشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك. يأتي هذا في وقت دعت فيه منظمات الهيكل المزعوم أنصارها إلى مشاركة أوسع في اقتحامات للمسجد الأقصى يوم الأحد المقبل تماشياً مع مناسبة تلمودية. أصدرت شرطة الاحتلال مؤخراً تعليمات لعناصرها بتغيير إجراءات فتح النار، بحيث يستطيعون إطلاق الرصاص الحي على مطلقي المفرقعات من الفلسطينيين وعلى راشقي الحجارة بالمقلاع، وجاءت التعليمات بحسب مواقع عبرية بعد دراسة بينت وجود خطر محقق على حياة أفراد الشرطة الإسرائيلية، سيما إذا ما أطلقت المفرقعات والحجارة من مسافة قريبة. الثاني من تشرين الثاني من كل عام هو الذكرى السنوية لصدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وعد بلفور بعد 98 عاما في تقرير حافظ أبو صبره. وعد بلفور المشؤوم الذي أسفر عنه إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق في أرض فلسطين. وأصدرته حكومة بريطانيا في الثاني من تشرين ثاني عام 1917 الذي بدوره أدى إلى تعميق مآسي الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم وعد بيلفور بيت العنكبوت الذي صار حصنا بالرغم من كل المكاسب التي حققها اليهود من هذا الوعد فإن كثيرا من السياسيين والمؤرخين يدفعون ببطلانه وبالتالي بطلان كل ما ترتب عليه من مغالطات وأكاذيب، فلم تكن فلسطين عند صدور الوعد جزءًا من الممتلكات البريطانية حتى تتصرف فيها كما تشاء، وإنما كانت جزءًا من الدولة العثمانية وهي وحدها صاحبة الحق في ذلك، كما أن وعد بلفور صدر من جانب واحد وهو بريطانيا، ولم تشترك فيه الحكومة العثمانية، بالإضافة إلى أن هذا الوعد يتعارض مع البيان الرسمي الذي أعلنته بريطانيا في عام 1918 أي بعد صدور الوعد، والذي نص على أن حكم هذه البلاد أي فلسطين يجب أن يتم حسب مشيئة ورغبة سكانها. كما يتعارض مع مبدأ حق تقرير المصير الذي أعلنه الحلفاء وأكدته بريطانيا أكثر من مرة الحركة الصهيونية اتخذت من وعد بيلفور ذريعة لقيام الكيان الصهيوني بنشر وتوسيع المستوطنات التي تحولت بعد عام 1948 إلى مدن كبيرة بعد السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية ونزع ملكيتها من أصحابها الشرعيين مستخدمة كافة الوسائل اللا إنسانية من مذابح وتشريد وطرد ومجازر بحق أبناء فلسطين الأمر الذي زاد من معاناة الشعب الفلسطيني ودفعه منذ ذلك التاريخ إلى مواجهة مستمرة مع الاحتلال وسط استمرار الأخير على ذات النهج نهج المجازر والتشريد واستهداف العزل وقبل كل ذلك الاستيطان وبلع المزيد من الأراضي الجديد في حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء إعلان موسكو عدم استبعاد أي فرضية في تحطم الطائرة بما في ذلك فرضية العمل الإرهابي. ودعا ديمتري بيسكوف الناطق الإعلامي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى انتظار نتائج التحقيق دون الانخراط في أي تخمينات حول أسباب الكارثة. ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه شركة كوغاليم آفيا مالكة الطائرة المنكوبة أن الشركة ترجح تعرض الطائرة إلى تأثير خارجي باعتباره التفسير الواقعي الوحيد لما أعلنه المحققون عن تفكك الطائرة وهي في الجو، خاصة وأن الطائرة أقلعت من شرم الشيخ وهي بحالة فنية ممتازة. واستبعدت الشركة وقوع عطل فني في أجهزة الطائرة، مرجحة مصرع جميع ركابها وطاقمها قبل سقوطها على الأرض. وكشفت الشركه المالكه عن ان طاقم الطائره فقد السيطره عليها بالكامل بسبب الاضرار الكبيره التي اصابت هيكلها دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم إلى احترام نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت في بلاده يوم أمس والتي أعطت لحزب العدالة والتنمية نحو خمسين في المئة من الأصوات قائلا أن الأتراك صوتوا لصالح الاستقرار بعد إخفاق محادثات تشكيل ائتلاف في حزيران الماضي للمزيد حول نتائج الانتخابات في التقرير التالي قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وفي اول تعليق له على نتائج الانتخابات التي اظهرت فوز حزب العداله والتنميه ان النتائج رساله لكل احزاب المعارضه وزعمائها وان الشعب التركي اختار الامن والاستقرار بهدف تحقيق تركيا لاهدافها النتائج شبه الرسمية أظهرت حصول حزب العدالة والتنمية على 49.41% مقارنة مع 41% في انتخابات حزيران الماضي، أما الخاسر الأكبر في الانتخابات الحالية فهو حزب الشعوب الديمقراطي بزعامة صلاح الدين ضمير طاش، حيث تراجع من 79 مقعدا في حزيران الماضي إلى 59 مقعدا. فيما حافظت بقيه الاحزاب على وضعها أحزاب المعارضة عبرت عن قبولها نتائج الانتخابات التي حقق خلالها حزب العدالة فوزا ساحقا، حيث قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو في أول تعليق له بعد صدور النتائج الأولية: إن مسؤولية حزب الشعب الجمهوري ازدادت أكثر على ضوء المشهد الحالي، وإنه يحترم الإرادة الشعبية وما أفرزته من نتائج. زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين إضمير طاش اعتبر أيضا أن حزبه حقق نصرا رغم تراجع عدد الذين صوتوا له مقارنة بانتخابات حزيران الماضي بدوره اصدر زعيم حزب الحركه القوميه دوله بهجلي بيانا جاء فيه ان الحزب سيظل متمسكا بمبادئه واولوياته اتجاه الوطن والشعب التركي وانه سيناضل من اجل احقاق الحق في تركيا وبفوز حزب العداله والتنميه سيتمكن الرئيس الطيب رجب اردوغان من مواصله نهجه وسيطرته على الحكم في بلاده من خلال إعادة تكليف رئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو بحكومة جديدة لمدة أربعة أعوام، فيما يرى المراقبون أن تركيا باتت تشكل نموذجا يسعى اللاعبون الدوليون لخطب ودها لما تمتلكه من أوراق فاعلة في الأزمات المحيطة بها خاصة في سوريا والعراق فضلا عن الأراضي الفلسطينية. مع اقتراب اعصار تشابالا من السواحل اليمنيه اخلى الالاف من مواطني محافظه حضرموت منازلهم اليوم ونزحوا الى مناطق اقل خطرا وقد ذكرت مصادر محليه ان 185 شخصا اصيبوا في جزيره سومطره بعد ان دمرت الرياح العاتيه والامطار الغزيره منازلهم هذا واضطر الآلاف من الصيادين وسكان الشواطئ من الفرار إلى الجبال هرباً من الإعصار وتبعاته الذي دمر قوارب الصيد وألحق أضراراً كبيرة في المنازل القريبة من الشاطئ. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعا إلى تشكيل غرفة عمليات لمواجهة مخاطر إعصار تشابالا الذي تكون في بحر العرب والذي من المتوقع أن يضرب سواحل اليمن وسلطنة عمان. ونبقى في اليمن حيث تعاني بعض المناطق في محافظة عدن جنوب البلاد من ظروف معيشيه سيئه حيث تفتقد هذه المناطق الى ابسط مقومات الحياه بعد ان دمرت الحرب المنازل والبناء التحتيه المزيد في التقرير التالي عائلات يمنيه كثيره في محافظه عدن تعيش حاله صعبه بسبب تردي الاوضاع الخدميه والمعيشيه نتيجه الحرب التي دمرت اغلب البيوت والبنى التحتيه في المحافظه وفي ظل الظروف الماساويه تعاني هذه العائلات صعوبه في توفير مياه الشرب بالاضافه الى انقطاع التيار الكهربائي بشكل دائم وانعدام وجود الخدمات الصحيه فقد دمرت الحرب البنيه التحتيه للمدينه التي اصبحت اشبه بمدينه بدائيه بلا ملامح اثرت الحرب علي المحافظات الجنوبيه عموما وعلى محافظه عدن تحديدا علي المدنيين والمواطنين حيث شملت هذا حيث شملت فقدان الماوي وكذلك التهجير وكذلك الجانب الصحي والجانب المعيشي مئات الاسر وربما الاف الاسر فقدت الماوي وظلت حتى الان بلا ماوي وتفتقر المدينه التي يرزح سكانها تحت وطاه الفقر الى ابسط شروط الحياه الانسانيه حيث يسارع الاهالي الى حاويات المياه التي تزود المنطقه بالماء بشكل دوري للحصول على حصتهم منها وسط مخاوفهم من استمرار حاله البؤس التي يعيشونها وفي اخر تقرير صدر عن الامم المتحده اشار الى احتياج 60 الف مواطن فيها الى الغذاء العاجل و 40 الف مواطن بحاجه الى ماوى وخدمات انسانيه ومعيشيه والمواطن اليمني في عدن ينتظر ان تستجيب الدول الغنيه للتقارير الامميه لتجود بما يمكن ان يساعدهم على تخطي هذه الماساه حتى تسترد الدوله عافيتها. وعودة إلى الأخبار المحلية التحديات الجديدة للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط وإعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية هو عنوان المؤتمر الذي انطلق في الجامعة الأردنية اليوم برعاية سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماثيو فونتانا وناقش المؤتمر المحاولات الجارية لتطوير سياسة الجوار الأوروبية وتحليل الانشطه الحديثه المتعلقه بسياسه الجوار الاوروبيه المتضرره من خلال اعاده ترتيب سياسه جديده في منطقه البحر المتوسط بالاضافه الى بحث تحديات السياسه الخارجيه المتعلقه بالهجره والتنقل والان السفير فونتانا استعرض اهم المستجدات فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الاتحاد الاوروبي في التعامل مع قضايا التنقل والهجره وسياسه الجوار الاوروبيه مع الدول العربيه التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والامني وقد ناقش الحضور عده مواضيع وقضايا من ابرزها الاعتراف بفلسطين كدوله وعدم الاعتراف بالمستوطنات واثر ذلك في تشكيل تحد لسياسه الجوار الاوروبيه الاتحاد الاوروبي والمنطقه تواجه يعني تحديات جديده لم تكن موجوده يعني في تلك الفتره وبالتحديد الصراعات الاقليميه الموجوده والصراعات الداخليه الحروب الاهليه الظهور يعني الـ الـ يعني الحركات المنظمه الارهابيه المنظمات الارهابيه التي تؤثر على دول الاقليم وايضا على الاتحاد الاوروبي ومشكله اللاجئين السوريين التي يعني بدات ايضا تنعكس على اوروبا يعني كما يعلم الجميع، فالمؤتمر هذا يعني هدفه الاساسي هو تقييم هذه المرحله الماضيه، وفي عندنا طبعا خبراء من اوروبا وخبراء من العالم العربي وخبراء من الاردن في هذه المجالات المختلفه. هناك حزمه تسمى بحزمه الاصلاحات الاوروبيه او سياسات الجوار الاوروبي حيال ليبيا الاي ام بي يوروبيان نيبرهود بوليسي فنحن يعني تم دراسه هذه المكونات هذه الحزمه من الاصلاحات وقد وجدنا ان هناك نوع من المشكله في فهم الواقع الليبي وفهم السياق الوطني الليبي هم طبعا يحتاجون الى ان تكون لديهم معلومات كافيه تتعلق بما حدث من اخطاء ومن عدم قصور في الفهم المتبادل، في فهمهم للواقع الليبي. شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكه خلال الثلاث سنوات الاخيره العديد من المبادرات الملكيه بلغت قيمه الدعم فيها نحو 13 مليون دينار بهدف تحسين المجالات الصحيه والاجتماعيه والتعليميه في تلك المخيمات. هذا ما قاله مدير عام دائره الشؤون الفلسطينيه محمود العقرباوي خلال تسليم سمو الاميره بسمه بن طلال رئيسه اللجنه العليا لحمله البر والاحسان منحا دراسيه جامعيه عددها 21 منحه لابناء وبنات مخيم حطين الطين التابع للواء أرصيفه هذا وشاركت سموها في توزيع مساعدات غذائية على 250 أسرة فقيرة في المخيم الذي تصل نسبة الفقر فيه إلى حوالي العشرين في المئة من عدد سكان البالغين حوالي 85 ألف نسمة اللي بنسعى له في حملة البر والإحسان حقيقة مع أنه الطموحات كبيرة جداً لكن على ارض الواقع جهودنا تبقى متواضعه ضمن الامكانيات المتاحه لنا ونتمنى كان انه نقدر نقدم اكثر واكثر لكن بنقدم كل محبتنا وتقديرنا واحترامنا لكم على فعلا اللي تتحملوا الاسره الاردنيه يوم بعد يوم في احوال اقتصاديه صعبه جدا وسياسية أيضا ليست سهلة لفتح آفاق الإبداع والإنجاز والتميز أمام المرأة قدم مشروع التمكين الاقتصادي للسيدات الأقل حظا منحا لمشاريع صغيرة في إربد والمفرق ويأتي هذا بعد أن سجلت المرأة الأردنية قصص نجاح في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى جانب الثقافية والتنموية وبأقل الإمكانات وأبسط أنواع الدعم المزيد من التفاصيل في التقرير التالي 65 سيدة من محافظتي إربد والمفرق استفادت من المنح التي قدمها مشروع التمكين الاقتصادي للسيدات الأقل حظا والذي تنفذه مؤسسة الشرق الأدنى بالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني والجمعية الأردنية لرعاية الأرامل والأيتام حيث وصلت القيمة الإجمالية للمنح المقدمة وعشرون ألف دينار أردني امين سر تجمع لجان المراه الوطني العين مي ابو السمن تحدثت عن اهميه هذا المشروع في مساعده المراه كونها داعم اقتصادي لها بدأ هذا المشروع منذ شهرين بدأنا بتدريب مئة سيدة وكانوا هؤلاء السيدات على رغبة كبيرة بإقامة مشاريع إنتاجية لهم بعد التدريب ما تم اخترنا ما يقارب 35 سيدة من سيدات إربد الآن سنقوم بإعطاء هؤلاء السيدات منح تتجاوز من ألف إلى ألفين إلى ثلاثة آلاف دينار المشروع الذي يأتي ضمن برامج مؤسسة الشرق الأدنى الرامية لدعم الأردنيات لإقامة مشاريع انتاجية مدرة للدخل وفر الفرصة لمائة سيدة من محافظتي إربد والمفرق للاستفادة من البرنامج التدريبي والمهني لإدارة المشاريع الصغيرة تهدف مؤسسة الشرق الأدنى من خلال هذا البرنامج إلى التمكين الاقتصادي للسيدات الأردنيات في محافظتي المفرق والإربد من خلال مجموعة من التداخلات اللي بتقدمها المؤسسة وهي التداخلات بتركز على تدريب المستفيدات على كيفية تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع الصغيرة المدرة للدخل على مستوى المنزل ليلى المنسي احدى السيدات المستفيدات من المشروع حولت مطبخ منزلها الى مطبخ انتاجي حيث تقوم بتقديم العديد من الاكلات الشعبيه وتعمل على مدار الساعه لتلبيه طلبات سيدات المنازل نظرا للظروف الصعبه عند حولت مطبخي لمطبخ انتاجي بعمل منه بعمل حلويات وبعمل جميع انواع الطعام حتى اساعد زوجي بظروف الحياه الصعبه وانا ما يكون عندي مطبخ اكبر من هيك وبتمنى انه يكون اكبر من هيك حتى يعني ازيد من الدخل السيدة نبيها عودي قصتها لا تختلف كثيرا فهي تعاني من صعوبات اقتصادية بالإضافة إلى صعوبات مرضية اتجهت إلى تنسيق الزهور بعد أن تحسنت حالتها الصحية وعند مشاركتها بإحدى المعارض وجدت إن إقبالا كبيرا بدأ على أعمالها ما دعاها إلى التوسع في مشروعها أنا كنت مريضة جدا وحالتي الاقتصادية صعبة والحمد لله لما اتجهت لتنسيق الزهور الحالة بدأت تتحسن وأمل المشروع يكبر يشار الى ان مشروع التمكين الاقتصادي للاسره الاردنيه الفقيره يهدف الى تحسين المستوى الاقتصادي للمراه من خلال البدء بانشاء مشاريع صغيره خاصه بهن او توسعه المشاريع الصغيره المدره للداخل